اليوم جيت نقاسم معكم واحد الكراتا بزاف بنين هايل وجي خفيف، هو تاع الماشطو. ان شاء الله البنات تكونوا لاباس بخير. وقبل ما نبداو هذا الفيديو نصلوا كامل على النبي عليه الصلاه والسلام. في هذا الكراتا واش نسحق؟ في المقله اللي درت هنا البصل ودرت له الزيت، لي زيبيس درت الفلفل الكحل، درت كركم، درت راس الحانوت. الا عندك قزبر مرحي زيديه يجي بزاف بنين، انا ما عنديش ما درتوش. نحمسو شويه هكذا يطلق شويه يدبال. ونسحق الدجاج، عندي نص درت على الدجاج. اذا ما عندكش دجاج ديري فيونداشي، اذا ما عندكش تقدر تستغني عليهم في زوج. دوك انا الريحه ما نحبش نشري مرحي من عند الجواج، تجيني شغل فيه الريحه، نحب نجيبو انا ونغسلو ونكسيه نرحيه. ها هو الريحه هايل، خير من تشريه عنده سمو وتجي كي متبقاش تغسليه، شريتيه مرحي ما يتغسلش 77 يد مساتو. بصح كي تكوني انتيا تشريه غسليه بالخل الله والملح وكامل، قطريه ومن بعد رحيه يجيك ساهل. هنا عندي غير نص تاع الصدر، هنايا نزيدو فوق البصل هذا. هكذا نخلطو، ومن بعد كي تخلطنا مليح هذا كيبدا يطيب نزيد الميكسي هاد جوج حبات تاع الطوماطيش، نميكسيهم ونزيدهم فوق هاد الخليط تاع البصل والدجاج. هنا راني نفور في الماشطو، درت لها شويه ملح خليتها تفور، باسكو الا درتيش ملح مع الاول اذا طابت كاع يتيك وهي كد ماشي فيهاش الملح، من بعد كي ديري لها تبقى سبحان الله مسوسه، ما تكثريهاش بصح الملح بزاف. هاوليك هنا الدجاج تاعنا كيفاش مع البصل طابنا الله الله، زدت له الحشيشه والمعدنوس، ودوك نزيد له هذيك الطوماطيش اللي رحيتها. فوالا نزيد نخليه طيب شويه، نزيدها هذيك الماشطو باش تشرب البنه تاع الدجاج والطوماطيش. وهنا راني نقلي البطاطا، درتها اون بتي دي باش نضيفها للكغاتا تاعنا، تزكينا الكغاتا. واذا حبيتي ما تضيفيهاش انت حره، ما بصح كي تزيديها تجي بنينه، بطاطا مقليه مع الماشطو ومع ديري لها كريم فخاش وكامل تجي بزاف بنينه. انا نزيدها باسكو ولادي يحبوا بطاطا مقليه. نزيدو الماشطو هذيك اللي فورناها فوق البصل والدجاج اللي درناه باش تشرب كامل هذيك البنه تاع الدجاج والبصل ولي زيبيس والطوماطيش. ما نحركوش باش ما نخسروش الماشطو هذه، باش ما نكسروهاش ما نحرحروهاش. هكذا نخليها تشرب مليح، كي تشرب كامل مليح ان شاء الله نتلاقاو. هاني درت البطاطا هذيك في مول باش يدخل الفور، درتها هنايا نزيد فوق هذيك الماشطو هذه، تقدري تاكليها كيما راهي بلا ما ديريها لا غراتان ولا محزانه، نفرغها فوقها هاكا. نديرها كاع هنا في المول، نسقيها هاكا نسويها في المول. باش تجي كاع مستوية مليح الشكل تاعها يشهي. وعندي هنايا البيض، درت له درت له شويه ملح، درت انا هنايا خمس حبات بيض صغار، انت على حسب الكونتيتي تاعك واش راح ديري. درت له شويه فلفل الكحل ونزيد له كريمه للطبخ، ولا ما عندك ولا ما عندكش بسم الله لا ما عندكش كريمه للطبخ ديري ياغورت ناتشور. انت فقط لي قريب راح في الارض فوالا. لا شويه فرماج مبشور، ونفرغ هذا الخليط كاع من الفوق. واذا حبيتي ديري بلاصوص بيشاميل تقدري، بصح صوص بيشاميل تجي شويه ثقيله، نحبها هكا خير. وهذا الوصفه كيما هذه الوصفه تصحوا في رمضان يجيو هايلين مخفف. وتتنوعي، حنا ولفنا ناكلو ماشطو بالدجاج واللحم بالبصل والطوماطيش،
بهذه الطريقه اللي ما كانش ياكل مشطو ياكلها، باسكو تجيب لينا بزاف. فوالا هكا الفور ديجا نيتو يسخن، وندير لها من فوق الجبن المبشور. هنا كلش راه طايب، تتقراتينا برك، تتحمر من الفوق. دوك ندخلها للفور تتقراتينا وكيطيب ان شاء الله نعاودو نتلاقاو. هاي بعد ما القراته تاعنا تحمرت تقراتينات، شوفي جات هايله. دوك نقسم معاكم مرسوم، مازالت سخونه تغلي. بسم الله. مازالت سخونه فوالا. شوف شحال جات هايله. بنتها هايله، جربوها ما تندموش عليها. وتمديها اختي في رمضان، وصفه خبيها رمضان رائعه بزاف هايله. هاي البطاطا هذيك، الدجاج مع الماشطو جات بزاف ما شاء الله عليها، جربوها ما تندموش عليها. اذا عجبكم خياتي الفيديو ما تنساونيش باللايك والاشتراك، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله تعالى.